صوت العرب من القاهرة. إن أشيا زمن على حجر التاريخ حكايات، خلينا نقدر نشوف ماضينا. منها اللي ساب إنذار: لا تفتح هذا الباب، الموت يرفرف بجناحيه على من يعكر صفو الملك. تحرك أبا الهول، هذا الزمان تحرك ما فيه حتى الحجر. ومنها اللي حكى عن روعة الحب ولوعته: ساعدها أروع من الذهب، أناملها أزهار لوتس، نبيلة المظهر عندما تمشي على الأرض. ما هذا السر؟ العلم به ذنب والجهل به ذنب أكبر. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة. سايب تاريخه على الجدار منقوش، لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول. يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد، شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي، ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة، فذاك مثوى سيد الآلهة. نقش حجر، نقش حجر يفك طلاسمة مهاب ممدوح. هندسة إذاعية: رحاب عكا. يخرجه إلى النور: سعدي حسين. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من نقش حجر عبر أثير صوت العرب 106.3 FM. وفي نقش حجر في هذه الحلقة خلونا نتكلم عن أثر نادر ونظرته دي، هنتكلم عنها بالتحديد وهنعرف قيمتها التاريخية والأثرية والفنية من خلال لقاءنا مع الأستاذ بسام الشماع، المؤرخ عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، اللي بنسعد دائما بوجوده ضيف معنا في نقش حجر. أستاذ بسام بنرحب بيك وسعداء بوجودك معنا. أهلا بكم جميعا وبكل مستمعينا في صوت العرب العظيم. أهلا بحضرتك، ويمكن خلينا نعرف مستمعينا بهذا الأثر النادر من عصر يعني بتقل فيه القطع الأثرية، أو مش بنلاقي منها كل يوم حاجة، أو الأماكن بتاعتها قليلة نتيجة لظروف تاريخية ونتيجة لظروف جغرافية أو ظروف مناخية. النهاردة هنتكلم عن أثر من فنادق وجامع فتح. الحقيقة حضرتك لما تستخدم عبارة في تاريخ وحضارة مصر بفتراته المشهورة المتعاقبة المتتالية، وكل فترة منهم لها الأريج بتاعها والرائحة التاريخية الحضارية بتاعتها، كل فترة منها لها إنجازاتها ولها إيجابياتها، وأكيد بيبقى في فترات لها أيضا سلبياتها كعادة التاريخ وكعادة البشر عامة. فلما تيجي على حضارة زي حضارة مصر، قال عنها كانت ويكس أن البشر عاش على أرض طيبة منذ على الأقل 500,000 عام، فيجب أن احنا نمرة واحد نلغي حكاية حضارة 7,000 عام. ثانيا، عندما نقول أن هناك أثر نادر، كلمة نادر هنا مش هتنطبق على أي حضارة تانية لما يتقال عليهم نادر، لكن ما أنا ما أقول نادر دي هتبقى لها قوة حضارية والثقل لغوي جامد قوي قوي قوي. كلمة أثر نادر في مصر، إنه نادر في مكان وبيحتل رقم واحد في أثار العالم وبيحتل يعني ليه نصيب الأكبر، فلما نقول حاجة نادرة موجودة في قلب النصيب الأكبر من الأثار، إذن فهو إرث يعني عظيم، لازم تقف أمامه وتبدأ تحلل وتفسر. لكن في حقيقة الأمر نحن نتكلم عن مراحل في التزامن بتاع التاريخ الإسلامي في مصر منذ دخول الإسلام على يد عمرو بن العاص وتأسيس أول عاصمة إسلامية وهي الفسطاط كما نعلم جميعا، ثم تتوالى السنين وتتوالى الأحداث حتى يأتي إلى حكم مصر مجموعة من الناس ينتموا إلى بني عبيد، يحاولوا أن يقنعوا العالم بأن لهم علاقة بالسيدة فاطمة الزهراء، السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلقوا على أنفسهم لقب الفاطميون أو الفاطميين أو الفاطمايدز
كما يطلق عليهم في اللغة الإنجليزية، ويبدأوا حكم مصر والبلاد في فكرة إنشاء مدينة كانت في وقتها مدينة صغيرة ويطلق عليها القاهرة. بعد كده طبعا بنعرف بنسمع عن قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، ثم طبعا الآن شارع المعز لدين الله الفاطمي الشهير اللي بيأمه وبيزوره كثير من المصريين والعرب، ويعشقوا الترحال فيه والمشي فيه والسير فيه ومشاهدة الآثار الإسلامية. عبق القاهرة ويعني رائحة التاريخ وهي تنبعث من هناك، تشعر وكأنك قريب من الأثر وقريب من التاريخ هناك فعلا. ورغم ان انا برضو يعني شوية برضو هستغل الحلقة بتاعتنا في ان انا بس اصدر للسادة المستمعين، ارجو بس منهم ان هم يمتنعوا عن حكاية تسميته بشارع المعز. دي تسمية شارع المعز تسمية خاطئة يا ناس يا جمال، لانه المعز لدين الله الفاطمي، المعز هو الله سبحانه وتعالى، هو المعز المذل. قصدك المنطقي يبقى كامل، لان انت لما هتقول شارع المعز يبقى انت ماذا تقصد بالمعز هنا؟ هم بيقصدوا المعز لدين الله الفاطمي اللي هو الحاكم الشيعي اللي حكم زي ما اتفقنا باسم الاسره التي اطلقوا على انفسهم الفاطميين. طيب كمل، اللي انت لما هتقول شارع المعز وهتسكت فانت كده معناه ان انت بتقول شارع المعز، من هو المعز؟ صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. فاذا شارع المعز لدين الله الفاطمي ما ايه ما تختصرش، يبقى اذا تنبيه لكل مستمعينا لما يجوا ينطقوا هذا الاسم، هو شارع المعز لدين الله الفاطمي، ولا نقف عند شارع المعز فقط. أحسن التوضيح. طيب الفاطميين ايه علاقتهم بأثرنا النهاردة؟ الأثر النادر اللي حضرتك طرقت الدرب بتاعه. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي، ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة فبات مثوى سيد الآلهة. إن حضرتك الفاطميين كما نعلم جميعا أو كما يحلو لي أن أسميهم العبيديون من بني عبيد، يعني إن هم كانوا شيعة. وطبعا حاولوا ما حاولوا في أن يشيعوا إذا جاز التعبير يعني الشعب المصري، فبنوا البنايات والآخر، ولكن كما هو معلوم الشعب المصري هو الشعب المصري، يعني مش هتقدر تقول له اعمل حاجة هو مش عايزها، وبالتالي لم يتشيع الشعب المصري. ثم جاء الأيوبيين طبعا على إيد يوسف صلاح، ولذلك أكثر العصور في تاريخ مصر وفي تاريخ الدولة الإسلامية بشكل عام اللي كان فيها بعض الابتداعات، بعضها حسن وبعضها قبيح، بس كان فيها بعض البدع أو الأشياء اللي ما كانتش موجودة قبل كده وهم فعلا ابتدعوها. من ضمن بقى الحاجات اللي عملوها العبيديون أو الفاطميين، هم في عصرهم تم بناء زي العصور التانية كلها، تم بناء المعمار، وهذا المعمار من الفترة بتاعته كانت طابية، إذن برج عسكري على هيئة طابية، وحاجة كده زي ما تقال لي كده من العلماء الكبار طابية بتاعت الشطرنج على هذه الشكلة كده، على نفس الشكل كده، بتبقى عالية وبتبقى التجويف بتاعها على شكل كده دائري واسع، وبتبقى معمولة اللي احنا بنتكلم عليها دي معمولة من الحجر او الطوب او ايه، لا ده معمول من طوب اللبن، طوب الطيني، اللي طبعا هيبقى طبعا سهل الحصول عليه. الموقع بالضبط بالتحديد لهذا البناء وهذا النقش اللي هيتم النهاردة شرحه تعريف مستمعينا بيه، هذا المكان في أسوان، يعني اختص العبيديون منطقة في أسوان، اختص مناطق حواليها ومناطق بعيدة عنها وده قريب منها. ففي مثلا الجبانة التي جبانة زي اللي احنا بنسميها دلوقتي الأرافة، كويس؟ ففي الجبانة مثلا، هذه الجبانة، الجبانة التي يطلق عليها الآن اصطلاحا الجبانة الفاطمية. أتذكر يعني جيدا عندما كنا نأخذ المجاميع السياحية في حافلة وكنا نشرح أسوان العظيمة بمنتهى الفخر، كنا عندما نقترب من المسلة الناقصة اللي هي أنا بحب أطلق عليها المسلة الغير مكتملة، ما بحبش كلمة الناقصة دي، لكن الناقصة هي أكثر شهرة يعني، كنت بتلاقي على الجانب الآخر من الأوتوبيس وكان بيبقى واضح جدا الأضرحة ذات القباب، والقباب هنا اللي هي القبة يعني، الضريح ده، تجد أنه الحتة دي غنية جدا بهذه القباب وبأعداد كبيرة جدا وبأسماء كتيرة جدا، لدرجة أنه قد تم اكتشاف في أسوان في هذه الأماكن الأثرية الإسلامية أقدم شاهد
شاهد زي شاهد قبر كده، يرجع إلى عام 31 هجرية، فأصبح أقدم شاهد، فخلى أسوان، شوف شاهد واحد يعني قطعة حجرية واحدة منقوشة، يجعل أسوان هي السنتر أو البيفوت أو البطل أو الرأس الحربة المتقدمة لدراسة مثل هذه الصفات المعمارية والصفات الفنية والوحدات الفنية والوحدات الطقسية. فإذا نرجع مرجوعنا، أطلق عليها طبية ومسجد فتح بأسوان، ووجدنا أن كان الجنود يبعثوا بالإشارات قبل بقى اللاسلكي وظائف قبل دي بقى الوظائف، دي بقى الوظائف قبل بقى اللاسلكي وقبل وإشارات موريس من قبله وقبل الموبايلات وقبل المحمول وقبل الأجهزة والجي بي اس والأقمار الاصطناعية قبل كل ده كان هناك برضو جي بي اس وكان هناك برضو إشارات، بس إشارات في ذلك الوقت على حسب الزمن وعلى حسب التطور. فكان مساء انت في الطابية دي وجدت حركة على بعد كذا كيلو انت شايفها من فوق، وبالتالي عرفت ان في قوات معينة هتبدأ الهجوم. طيب قدامنا قد ايه؟ يلا ابعت على طول يا جماعة على مسافة كذا في قوات جاية هتهجم علينا. فوظيفة هذه الطابية وظيفة عسكرية، وظيفة حماية وكل الحاجات دي، لكن برضو هي الوظيفة الأساسية بتاعتها هي انها هتبعت اشارات للطابية اللي بعديها، والطابية اللي بعديها هتبعت اشارات للي بعديها، وهكذا حتى ان تصل هذه الرسالة الى القيادة، فيصل اليهم في مدة صغيرة جدا قصيرة جدا يصل اليهم الايه الخبر اللي هم عايزين يبعتوا. بالليل هيستخدموا النيران و صباحا هيستخدموا الدخان، ويبعثوا بهذه الرسائل عن طريق هذه الطريقة، ودي طريقة سريعة خد بالك، يعني دي أسرع من ان انت لو بعت حصان او حتى يجري حمام زاجل او حمام، يعني انت خلاص انت في ثانية هو شاف النار. وخد بالك القصة دي حصلت في مثلا الإسكندرية والساحل الشمالي في ايام مثلا البطالمة مثلا، عندما كانوا يبنوا المنارات زي فنار الإسكندرية كده مثلا، بيبنوا فنارات، يعني في ناس تستغرب لما نقول لهم انه يوجد اكثر من فنار بالإسكندرية، طبعا فنار الإسكندرية المشهور اللي هو واحد من عجائب الدنيا القديمة طبعا تم تدميره، انت بتشوفوش دلوقتي، انت بتروح تشوف قلعة قايتباي في الأنفوشي في المكان اللي ممكن يبقى قريب جدا او فوق او بجانب مكان فنار الإسكندرية الأصل. فنار الإسكندرية كان بيستخدم المرايات وانعكاسات النيران والشمس في انه يقول للمراكب اللي داخله واللي طالعه المينا تمشي ازاي، لان كان اكبر عدد من غرق السفن تخيل في ذلك الوقت كان في المينا، لانه هو داخل مش عارف العمق ايه، الصخره دي فين، اللي لو كان في شعب مرجانيه مثلا في البحر الاحمر كده فيروح خابط يروح غرقان. لذلك انا يعني عندما صدرت في محاضراتي وكذا صدرت ان فنار الاسكندريه هو العجيبه الوحيده في عجائب الدنيا السبع القديمه التي فادت البشريه، فالناس اصابها الذهول، يعني ايه ده انت بتتكلم على الاهرامات، بتتكلم على تمثال زوس، بتتكلم على معبد أرتمس المعبودة ديانا، بتتكلم عن حدائق بابل المعلقة، بتتكلم إزاي أنت بتقولين الفنار هو العجيبة الوحيدة التي فادت البشرية. أيوة فكر فيها، الأهرامات بنيات معمارية عبقرية، ولكن فادت مين؟ فادت المصريين وفادت الملك بالضبط. ضريح هاليكارناسوس فاد الملك، اتقبر فيه، دفن فيه، ما فادش البشرية. حدائق بابل المعلقة، ملك بيحب مراته، زوجة الملكة قالت له أنت واخدني من حتة البلد الأصلي بتاعي فيها خضار وأنت جاي تعيشني في صحراء، وينطبق هذا على تاج محل يا حبيبتي، راح اعمل لها حدائق بابل المعلقة. انا عايز نلجا الى المواصفات الفنيه لهذه الطابيه وهذا المسجد عشان نخلي مستمعينا يسرحوا خيالهم كده ويتخيلوا هذا المشهد. هو اولا على شكل قلعه قايتباي ولا شكله مختلف شويه؟ خالص خالص، هو عباره عن شكل برج طويل مستدير معمول من الحجر الطيني اللبن، وكمان بيبقى فيه اضافات بتحصل، لان انت عارف بيحصل ترميمات ويحصل اضافات على مدار التاريخ. لان الحجر او الطوب في على مدار التاريخ وعلى مدار المراحل التاريخية قوته بتديك احتماله صح؟ يعني لو انت عامل من الطين اكيد مش هيبقى درجة احتماله من الجرانيت مثلا، يعني اكيد مثلا المسلة اللي معمولة من 325 طن قطعة واحدة من الجرانيت هتحط شبسود دي اكيد هتحتمل اكتر من لو انت عملت مثلا سور مثلا 3-4 متر من الطين، وتأثرها بالعوامل المناخية بيبقى أكيد اعلى أكيد كتير طبعا. بالضبط كده، احسنت. فاذا طوب اللبن ما بيعيش كتير قوي، ففي بعض الاحيان بيتم كاسيو او كسو بالحجر الاجر بالحجر الاحمر، بعد كده بقى لما تطور الموضوع بقى في حجر احمر. المهم ان احنا لما نرجع لطابية فتح نجد ان هي لو انت عايز تتخيلها معايا، انت هتتخيل ان هي عبارة عن برج
طويل مستدير فتحته كبيرة من فوق ومعمول بهذه الأعداد الكثيفة من الطوب. انت متخيل معايا عزيزي قالب الطوب الأحمر اللي انت بتبني بيه دلوقتي ده معمول بس معمول من الطين. تخيل معايا دي أجمل الطوب الأحمر ايضا من الطين ولكن دخل الفرن دخل واخد بقى الحاجات اللي انت عارفها. إذن احسن وحدة او اجمل وحدة فنية بالنسبة لي انا بتبهرني لما بشوف صور هذه الطابية او هذا البرج اذا عرضت يعني انه في ارتفاع ما انت بيبقى عندك حاجة اسمها الإفريز. دي وحدة فنية في المباني الإسلامية. وعشان برضو نبسط فكرة الإفريز بيبقى شريط ماشي كده في الحيطة بتقرأ انت في الشريط ده آيات قرآنية، بتقرأ أدعية، بتقرأ كلمات جميلة رائعة دينية، بتقرأ ممكن حاجات كتير. فأنت ممكن تعمل الإفريز ده على حجر وتنحت، ممكن تعمل الإفريز ده وتكتب كوفي طريقة كوفية أو بالطريقة الكتابة الكوفية، طريقة الكتابة الموردة بتطلع من كل حرف نبات كده طالع جميل لافف كده، تعمل فن بقى من الحرف وتطلع منه بقى كده أوراق شجر وبتاع يعني، وتبدأ تفنن فيه بمعنى صح. خدوا بالكم يا جماعة، الفنان المسلم لم يضع أشكال بشرية في الجامع، لم يضع أشكال حيوانات أو طيور في الجامع لأن ده ممنوع. العمارة الإسلامية ليها أسس وليها بالضبط كده، فبدأ يعمل قيدة دينيا بيها تمام. فبدأ تعمل إيه؟ بدأ يعمل الفن بقى بتاعه من حاجات تحاكي أشياء غير اللي انت ما تقدرش تعملها. فيروح جايب على الحرف مثلا حرف الباء مثلا عايز يكتب بسام، فيروح مطلع من الباء كده هو فرع كأنك طالع بفرع شجرة كده ملتوي كده، ويروح لفه ومطلع منه بعض الأوراق الشجرية، فبالتالي يبين لك فنه. يجي مثلا يكتب لك حاجة اسمها إلى جانب ده ذكروها اسمها سكوير كوفيك، كوفي المربع زي الحروف المربعة، لما تيجي تكتب الميم ما بتكتبهاش ملفوفة تكتبها مربعة وهكذا. عندنا بقى في أثرنا بتاع النهاردة وعلى الأثر ده الجميل النادر ده وعلى الطابية دي، وراح يعمل إيه بقى؟ ما عملش بقى الإفريز المنحول، عمل حركة مبهرة بالنسبة لي أنا كراجل قارئ للتاريخ في 40 سنة اللي فاتوا تقريبا. جاب الطوب ده ووضعه جوه المبنى ذات نفسه، يعني أصبح الطوب ده جزء من الطابية، لو هو مثلا طالع مثلا بارز قوي 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 ولا هو داخل مثلا جوه مثلا غائر جدا جدا يعني أحد أساسيات البناء الله ينور عليه، والأحجار وضعها بأشكال معينة على شكل حروف على حالة حروف وكلمات. أنا وأنت بتتكلم بدأت أتصور المشهد، برافو كده انا يعني سبقت في الموضوع، برافو عليك احسنت، وكذا سطر بقى يعني عمل كذا سطر وايات من القران الكريم. دي انا في رايي اكتر صفه فنيه، طالما حضرتك سالت عن الوحدات الفنيه والصفات الفنيه للمباني، دي اكتر حاجه جذبتني لان دي اول مره انا بالنسبه لي اشوف حد عامل كده. وكان هذا الفنان سواء في الجنوب او في الشمال او في اي منطقه في مصر، يا اخي دائما ما يبهرنا بالجديد وبالابتكار وبالاختراع وبالتاثير بالمناسبه وبالتاثر. ما انت عندما تذهب الى احمد بن طولون الجامع الشهير اللي هو أكبر جامع في مصر من حيث المساحة 6.5 فدان، تجد إيه يا فندم؟ تجد إن في جزء من المأذنة ملتوي كأنه حلزوني كده. صحيح. طيب ما دي متأثرة بملوية العراق، العراق عندك مأذنة كبيرة جدا اسمها الملوية اللي هي مبنى الحلزوني الضخم جدا ده الإسلامي ده. فبما إن أحمد بن طولون كان بيحب سمراء وكان بيحب هذه المناطق هناك، كان عاشق لهذه المناطق تأثر بيها، فجاب هذا الفكر معاه المصر وإلى القاهرة. فبالتالي وطبعا هو ما كانش لسه فيه بقى القاهرة وقتها، هو ابن طولون قبل العبيديين وقبل اللي سموا نفسهم الفاطميين. لكن على أي حال بقول لك هي فكرة التأثر من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد. لم يجد المهندس المصري أو المهندس المسلم في أي مكان في دولة الإسلام ما كانش عنده أي غضاضة، ما كانش عنده أي مشكلة في أنه يتأثر ويبدأ ياخد التأثر ده ويستخدمه عنه. وده اللي أخدوه الأوروبيين. حضرتك لما تبص على ساعة بيج بن، بصوا يا جماعة افتحوا بعد ما تسمعوا الحلقة وبعد ما تسمعوا الحلقة خشوا كده اكتب بيج بن وشوف الصور بتاعت بيج بن وكبر، هتلاقي تأثر لا تتخيلوه في المعمار بتاعت ساعة بيج بن اللي في لندن دي المشهورة دي من عمارة الأندلس، عمارة الأندلس كمان بالذات. فتجد هذا التأثر موجود في مباني كثيرة حديثة متأثرين بعبقرية الفنان والمصمم. انقش يا زمن على حجر التاريخ حكايات، خلينا نقدر نشوف ماضينا. أستاذ
استاذ بسام، احنا اطلقنا عشان برضو مستمعينا هم مركزين معانا، احنا اطلقنا عليه لقب اثر نادر، احنا عايزين نفسر ندرة هذا الاثر. فكرة الطابية بجانبها مسجد، ويغلب على الفن اللي ممكن تستطيع ان تقول عليه التصميم العسكري للمبنى، اللي هو الاستخدامات الـ يعني الدبل يوسج او الاستخدامات المزدوجه، يعني اللي هو انت ممكن المكان تصلي فيه وتبقى مكان روحاني بالنسبه لك كرجل مسلم، وفي نفس الوقت يبقى ملتصق او مش بعيد خالص عن فداء والتضحيه والمنازلات العسكريه. محمد علي لما بنى الجامع بتاعه داخل قلعه صلاح الدين، يعني حاجه شبيهه بكده، متاثر. هو مش عارف اقارن ده، لان انا ما كنتش عارف الحقيقه نيه محمد علي ايه في بناء المسجد بتاعه داخل القلعه، لان احنا كمان عندنا بجانب محمد علي يوجد جامع يعني يوجد مسجد اخر. فحكايه اقتراب المساجد من القلاع وخصوصا في مراحل مختلفه بعيده كده عن بعضها، دي يعني مش عايز ايه اؤكدها او انفيها، لكن فكره ان انت تبقى عامل كل ده في مزيج وحده، دي فيها تفكير. يعني حتى في ناس كتيره، او من الممكن ان يكون هناك بعض الناس اللي يقول ايه قلعه محمد علي، يعني هو معدي في الشارع كده او معدي مثلا يشوف مسجد محمد علي خلاص، والقلعه بتاعت يوسف صلاح الدين الايوبي، اللي هو صلاح الدين اللي احنا كنا عارفين اسمه صلاح الدين، بس هو اسمه يوسف، يعني اسمه الاولاني لما اتولد ابوه وامه سموه يوسف، فهو يوسف صلاح الدين، يعني صلاح الدنيا والدين كمان، ده من ضمن الالقاب بتاعته بالمناسبه يعني. فاذا يقال قلعه محمد علي، هذه تسميه خاطئه ثانيه، انا بس بستغل حال البرنامج بتاعك ان احنا بنصحح بعض الاخطاء الدارجه اللي موجوده والشائعه وسط الناس. لا، دي مش قلعه محمد علي، دي قلعه صلاح الدين الايوبي، هذا البطل العظيم يوسف، وجوه محمد علي ده 1100 ميلاديا وده 1800 ميلاديا. بص الفرق قد ايه، فرق شاسع جدا. محمد علي 1800، صلاح الدين الايوبي 1100. طيب واحد يقول لي ايه يعني، هو ما فيش قلعه محمد علي؟ لا، في قلعه محمد علي. طيب فين دي بقى اللي معروفه؟ اقل دي اللي معروفه اندر، اهي كلمه النادر اللي حضرتك بتسال عليها. ايوه، ان انت تبقى في اثر ولكنه غير مكرر بشكل كبير وغير متداول اسمه بشكل كبير. حضرتك وانت ماشي في الشارع وعلى يمينك القلعه ومسجد محمد علي، على شمالك هتجد جبل المقطم. بص اعلى جبل المقطم خالص هتلاقي قلعه محمد علي شخصيا. يعني هو اختار مكان اعلى من قلعة صلاح الدين، من قلعة يوسف صلاح الدين. صحيح. وبالمناسبة عشان بس الزوار الجمال، ان انا مرة شفتهم في القلعة وكانوا من الاطفال والشباب، ففي واحد فيهم بيقول لزملاته هنا في بئر يوسف، وده اللي القي فيه سيدنا يوسف عليه السلام. بصوا البئر اللي هناك ده اسمه بئر يوسف فعلا، ولكن تسمية بئر يوسف هنا ليست لأنها هذا هو البئر الذي ألقي فيه سيدنا يوسف عليه السلام في القصة الواقعية الشهيرة اللي احنا كلنا ذكرناها في سورة سيدنا يوسف في القرآن الكريم. لا، ده اسمه بئر يوسف لأن صاحب هذه القلعة اسمه يوسف صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي اللي انتوا كلكم عارفينه، ده اسمه الأصلي يوسف. سايب تاريخه على الجدار منقوش، لا يوم يزول ولا يتمسح من العقول، يفضل نقش الحجر منحوت في الصخور شاهد، شاهد أمام التاريخ على عظمة الإنسان. يعني كان في تواجد قوي فاطميين في جنوب مصر بالتحديد في أسوان، وكان في مظاهر معمارية هناك. هو على فكرة التواجد ده، بما ان انت ذكرت التواجد وان احنا في طابية، إذن الطابية هو بناء عسكري، وكان هناك هجوم من الجنوب على الفاطميين في جنوب مصر، يعني كان بيبقى فيه نوع من أنواع المنازلات العسكرية ما بين الجنوب وما بين الفاطميين العبيديين. فلما تم البناء هناك بقى، أخذ البناء الشاكلة بتاعة الفن العسكري، بمعنى تجد الطابية ملتصقة أو قريبة جدا من مسجد، وتبص في المسجد تلاقي فيه غرف، الغرف دي ممكن يكون يعيش فيها الجنود،
يبقى في فناء في المسجد مفتوح للسماء، وهذا المسجد بالضبط البح، وتجد المسجد وهو المسجد وهو المسجد اللي عارفين كلنا بيقام فيه الصلوات وكذا، وفي منبر عندنا كمان الطابية بقى، وكمان هيبقى أذان لأن أنت بتبقى محتاج منارة أو بتحتاج مأذنة، فالطابية مع الجامع هذا تكوين هذه الوحدة المعمارية اختص بها لأثر اللي احنا بنتكلم عليه ده، هي فكرة أن الطابية تبقى ملتصقة بالمسجد، يبقى أنت واحد عندك بتستخدم هذا المبنى استخدام ديني للمسلمين، أدي واحد. اثنين، بتستخدمه استخدام عسكري لأن الطابية والجنود يستطيعوا أن يعيشوا في هذا المكان ويؤدوا الوظيفة بتاعتهم اللي أنا هقولها لكم حالا دلوقتي لأنها وظيفة مثيرة جدا، وفي نفس الوقت كثرت أعداد اللي هي الوحدة اللي أنا بكلمك عليها، الدين مش الوحدة الوحيدة اللي كانت موجودة، لدرجة أن بعد كده بقى بمئات السنين جاء محمد علي لما عمل بقى المدارس الحربية بنى هناك مش بعيد برضه، بنى في أسوان مباني لها علاقة بالمدارس الحربية أيضا، لأن خد بالك أسوان نحن نتكلم، أردت أن تستخدم هذه هذه الجملة يعني. مش على الخريطة السياحية يعني. مش على الخريطة السياحية، برافو عليك أحسن. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأثر ذات نفسه في 2021 تم كده يعني بحادثة معينة، فعملية الهدم اللي حصلت أثرت فيه بشكل سلبي جدا، يعني دي حاجة حصلت في 2021 وبيتم التعامل معها عن طريق الجهات المعنية. وأنا حتى في الآخر خالص في خلال الأيام اللي فاتت قلت طيب يا جماعة إحنا عندنا في آثار، بقول للسادة المستمعين يوجد عبر التاريخ آثار بيحصل لها حوادث، بيحصل لها تدمير، زي ما أنت بتقول كده عمل تعرية، تدمير بشري، بتبقى في حروب، بتبقى في أخطاء، بتبقى في زلازل، في حاجات كتيره بتحصل يعني، هناك الكثير من العوامل ضيعت اثار كتير وده على مر التاريخ موجود يعني. ننهي مع بعضينا بهذا الاقتراح اللي بتمنى الحقيقه للمسؤولين في وزاره الاثار وغيرها المعنيين بقى، يعني المعنيين بالمنطقه بقى كلها، كل يوم اذان صاغيه مدام اللي بيتكلم استاذ بسام الشماع. اشكرك جدا، لان الحقيقه احنا بنعمل ايه، في حاجه مثلا حصلت خطا بشري حصل حاجات زي كده، اوكي دي طبعا بتبقى حاجه جامده جدا، نشتغل ايجابي بنتفاعل وبنبدا الشغل. طيب ما هي صعوبه انك تعيد بناء الطابيه والمسجد في نفس المكان بنفس المواصفات؟ اشكرك. اولا انت عندك التصميمات الهندسيه والصور الحديثه والقديمه، يعني احنا عندنا مثلا كرازويل ده لما حضرتك تخش في الاثار الاسلاميه تسمع عن كرازويل. مين كرازويل؟ كرازويل صاحب اعمال توثيقيه للمباني الاسلاميه في مصر الاسلاميه بشكل عبقري بصراحه، لانه هو ده اثبت ان هو بيوثق، وهو فايده اهو استفدت منه هو عامل فاكسميلي من طابيه ومسجد فتح باسوان اللي فيها ابيض واسود، صور ابيض واسود وفيها تفاصيل استطيع ان استخدمها هي والصور الحديثه ايضا في ان انا اعيد بناء الطابيه بنفس المواصفات بنفس الارتفاع في نفس المكان زي ما حضرتك ذكرت، وايضا ملتصق بيها او بجانبها هذا المسجد الجميل الرائع. نيجي بقى على الماده، هتبني بايه؟ هبني بنفس الماده اللي استخدمها الراجل النوبي الجنوبي العظيم ده وهو بيبني هذه الطابيه في الاصل خالص وهذا المسجد في الاصل خالص بنفس مواد بنائه. هتقولي بقى طيب هتعرف تعمل دي ازاي؟ هقولك مش هو طوب لبن وللخطأ البشري تدمير؟ نعم. طيب الطوب اللبن ده لما وقع بعضه تحول الى تراب وبعضه كان احتفظ بالطوبة ذات نفسها، احتفظت بجزء منه. نعم. طيب انا هاخد التلال بتاعت هذه البودرة او هذا التراب والاحجار وهأعيد خلطها مع المياه ومع بحيث ان انا اصنع طوب لبن من نفس الطوب اللبن بتاع الطابية الأصلية والمسجد الأصلي. طيب الفكرة دي جات لك يا بسام ربنا ألهمك بيها، انت راجل متخصص في طبقات الأرض، متخصص في البناء، هل انت مهندس معماري؟ هل انت تعرف ان الحجر ده ممكن يعاد استخدامه تاني ولا لا بعد ما تكسر؟ هل لا؟ الإجابة على كل أسئلتك دي لا. أمال عملت إيه؟ بدأت أناقش علماء على مستوى العالم الجهبس، أول قناة بتسمع ده مني ده شرفينا يا بسام، صوت العرب دايما يكون منبر لكل الأصوات الحرة الوطنية اللي ما بتيجي تتكلم بيبقى الغرض الأول والأساسي ليها مصلحة هذا الوطن. الله أكبر. ده أنت يعني من الناحية التاريخية والثقافية ده بيبقى شيء عالي جدا يعني. هنرجع مرجوعنا سريعا بقى، لأن فعايزين نعرف الحتة المتعلقة بإعادة الترميم بنفس المواد اللي كان بني بيها هذا المبنى منذ مئات السنين. في الأول ممكن تبقى القصة يعني فكرة عجيبة، فكرة غريبة، هل الفكرة دي اتعملت قبل كده، هل ما اتعملتش وهكذا. نعم. ثم عندما أبدأ الشرح يبدأ العلماء في مفاجأة جميلة أنا بالنسبة لي أن يقتنعوا في مدة قصيرة جدا، وقيل في آخر المناقشة من العلماء الأفزاز ولكن ده هيحتاج مرمم شاطر.
الفكرة بتاعتك دي آه ماشي، بس إحنا محتاجين مرمم شاطر. فدخل علينا على ما يبدو أنه مرمم وقال: مرممين المصريين ما معناها يعني جاهزين. فإذا أخيرا هذه الرسالة موجهة إلى مسؤولينا، اللي أنا عارف بين الفترة الأخيرة عندما كنت أقترح كان يؤخذ باقتراحاتي بالوزارة الآثار، بالنسبة لوزارة الثقافة، بالنسبة لوزارة التعليم. نعم. لما كنت بطالب بحاجات معينة، الحمد لله النهاردة إحنا بقالنا كم سنة بنطالب بالهيروغليفية. النهاردة وزارة التعليم مشكورة حطت الهيروغليفية في السنة الرابعة الابتدائي، يعني حاجات كتيرة جدا تم تنفيذها. فأنا بتمنى أن هذا المشروع يحدث، وإذ نحن نصدر للعالم إعادة بناء مبنى نادر بأيدي مصرية بنفس المواد. ونحن أيضا نضم يعني صوتنا لصوتك، وأعتقد أن أذان المسؤولين هتكون منصتة لهذا الكلام اللي بينم عن حب عميق لهذا الوطن. الأستاذ بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، دائما ما بنسعد بوجودك معنا وبإثراءك لحلقتنا بمعلوماتك التاريخية الجميلة. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. نقش حجر، نقش حجر يفك طلاسمة، مهاب ممدوح، هندسة إذاعية رحاب عمر، يخرجه إلى النور سعدي حسين.